وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا في استديو مركز الأخبار سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن علي بن محمد الخليفة مدير مركز دراسات البحرين في جامعة البحرين. أهلا بك في استديو مركز الأخبار. طبعا في البداية دعنا نتحدث سعادة الشيخ عن أهمية هذه الزيارة اليوم بين مملكة البحرين ودولة الكويت وأهميتها في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. في البداية الحقيقة البحرين تشرفت اليوم بقدوم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وهذه الزيارة حقيقة الثالثة لصاحب السمو خليجيا والأولى للبحرين منذ تولي مسند الإمارة في 16 ديسمبر من عام 2023. هذه الزيارات التي استهلها صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد إنما تعزز دولة الكويت كدورها الريادي في مجلس التعاون، وبالأخص إذا قلنا على منظور البحرين فهي تعزز التكامل اللي بين البحرين والكويت الذي بني منذ أزمنة بعيدة. نعم شيخ عبد الله، لو نلقي ضوء أكثر على العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت. طبعا العلاقات التاريخية طويلة ما يمكن نسردها في هذه العجالة، ولكن يعني حلف العتوب كان قائم على أسر معينة، ومن أبرز الأسر اللي قائم عليها في العتوب وهي أسرة آل الصباح الأسرة الحاكمة في دولة الكويت وأسرة الخليفة اللي في البحرين. ونشوف أن هذه الحلف لما سعى إلى تأسيس مشيخة دولة الكويت في بداية القرن السابع عشر، ومن ثم البحرين في 1783، هذه الحلف توسع فيما بعد وصار في تعاون بين المشيختين، مشيخة القرين الكويت ومشيخة الزبارة والبحرين. في تلك الفترة كان عندهم تعاون إقليمي، تعاون ضد القرصنة في مياه الخليج العربي. ونشوف أن الزيارات الحقيقة موقفت بين متبادلة بين الحكام في الكويت والحكام في البحرين، ومن أبرزها طبعا زيارة الحاكم الرابع أو إقامة الحاكم الرابع في الكويت الشيخ جابر العبد الله الصباح في البحرين، ومن ثم الحاكم الخامس اللي في الأسرة الملكية البحرينية في الكويت الشيخ عبد الله بن أحمد، الشيخ محمد بن خليفة الحاكم السادس أقام في الكويت تقريبا 6 أشهر من جانيوري لجولاي 1869. زيارات عديدة بالتكامل الأسري بينهم، بس يكفينا فخرا ما ذكره أمير الكويت السابق الشيخ عبد الله السالم اللي حكم الكويت من 45 إلى 65 لما سأله ديكسون المعتمد السياسي قال له ايش ربطتكم بالخليفه؟ قال الصباح والخليفه كلوا من جدر واحد. نعم. ومعناته ان الجدر واحد معناته انه في البيت نفسه. من بيسكن وياك البيت غير هلك. نعم اذا تحدثنا سعادة الشيخ عن يعني العلاقات التاريخيه وتعرفنا عن هذه الحقب، ولكن ننظر اليوم الى المستقبل، كيف تنظر الى مسار هذه العلاقات في المستقبل؟ صاحب السمو الامير مشعل الأحمد الجابر الصباح رجل قيادي تبوع في مراكز عديدة في دولة الكويت. نعم. من حكم الشيخ جابر الأحمد، الشيخ صباح الأحمد، الشيخ نواف الأحمد، وحمل الحقيقة جزء من هموم الحكم منذ نهاية 2021. نعم. رجل عنده نظرة مستقبلية، أراد أن بنظرة يعزز العلاقات الحقيقة بين ليس الكويت والبحرين فقط، إنما الكويت والخليج ويتعداها إقليميا ودوليا. نعم، إذن في ختام هذا اللقاء نشكر سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بن محمد الخليفة مدير مركز دراسات البحرين في جامعة البحرين، شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لكم.